تجددت المعارك في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. نحن الآن في جبهة لظاه من الجبهة الجنوبية، وقد تعدينا سلسلة جبال البلق الشرقي الذي يسيطر الجيش الوطني على أجزاء واسعة منه. هنالك تقدمات اليوم للجيش الوطني بالسيطرة على مواقع حاكمة في السلسلة الجبلية، كما أن هنالك تقدم آخر للجيش الوطني في المنطقة الصحراوية المفتوحة المتوجهة إلى معسكر أمريش، وتحديدا في جبهة لظاه، فقد سيطر الجيش الوطني على أجزاء واسعة من هذه المنطقة وما يزال الهجوم مستمر. انتصار كبير وساحق على العدو، حيث شنت قواتنا الباسلة عملية هجومية واسعة على منطقة النقعة وجبال البلق وجبال لظاه، وبإسناد قوي من صقور الجو لقوات التحالف العربي. ونحمد الله الذي حقق هذا النصر الكبير، ونؤكد أن معركتنا مستمرة والمعركة متواصلة حتى تحقيق الأهداف المرسومة. ما هي المواقع التي سيطرتم عليها اليوم؟ تم السيطرة على مواقع يمين البلق بالكامل وإلى جبال لظاه والنقعة ويسار العيرف وأجزاء واسعة من جبل البلق. خسائر الميليشيا الحوثية كيف؟ خسائر كبيرة، سواء من القوات المهاجمة أو من صقور الجو. نحمد الله الذي حقق هذا النصر، ونحن مستمرين حتى تحقيق الأهداف المرجوة من العملية، وحتى تحقيق النصر الكامل واستعادة كل شبر من أرض الوطن. إذن كما تؤكد قيادة الجيش الوطني وتؤكد قيادة المنطقة العسكرية الثالثة، فإن قوات الجيش الوطني قد تقدمت اليوم وحققت انتصارات استراتيجية مهمة، سواء في السلسلة الجبلية في سلسلة جبل البلق الشرقي، أو في المنطقة المفتوحة التي تلي سلسلة الجبل الشرقي، وتحديدا في منطقة لظاه ومناطق مفتوحة أخرى بالاتجاه إلى عقبة ملعاء ومعسكر أمريش. وتؤكد قيادة الجيش الوطني أن المعركة مستمرة لتحقيق كامل الأهداف الاستراتيجية التي رسمت القيادة العسكرية والسياسية. محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث من الجبهة الجنوبية مأرب.